ونحن نتحدث عن حقوق الطفل، قبل ما تخلف طفل فكر هتوفر له حق ولا لا، ولا هيمسك في رقبتك يوم القيامة؟ طب هيمسك في رقبتي ليه؟ هقول لك انا هيمسك في رقبتك ليه؟ لاني سيدنا عمر لقى رجل يشتكي ولده يقول يا امير المؤمنين ان ابني عقني، ليه؟ مش عاوز يعطيني، مش عاوز كذا. فارسل عمر بن الخطاب الخليفه يطلب الولد، فقال تعالى لماذا تعق والدك؟ قال يا امير المؤمنين ما حق الولد على ابيه؟ دي بدايه حقوق الطفل، ما حق الولد على ابيه؟ هو ده بقى الاصول اهي. ما حق الولد على ابيه؟ قال ان يختار له اما صالحه. حقه. يبقى انت بقى ما تروحش في اي مستوى ها وتروح تنقي اي واحده عجبتك وتقول دي ام طفلي وبعد كده يتعاير بيها. يبقى ان يختار له اما صالحه، وايه؟ وان يختار له اسما صالحا، اسم محترم ما يستعرش منه. وان ايه كمان؟ وان يحفظه القران. حق الولد على ابيه حفظ القران، تمام. وايه كمان؟ وان يزوجه ان استطاع. يجوزه؟ تصدق دي حق الولد على ابوه كده. سيدنا عمر يقول هذا حق الولد على ابيه. خلي بالك بقى، يبقى حق الولد على ابيه ان يختار له اما صالحه، ده حقه. وان يختار له اسما صالحا، اسم صح، اسم حلو، هذا حق الولد. وان يختار له وان يحفظه القران، القران مش حاجه تانية. وان يزوجه ان استطاع، دي حقوق ثابته. قال الشاب لامير المؤمنين يا امير المؤمنين ابي عقني، ابوي عقني، كيف يا غلام؟ قال لم يختر لي اما صالحه فكانت امي غجريه. جماعه بيمشوا كده في البلاد ما لهمش لا اصل ولا فصل، يعني زي ما بيقولوا راقصين يعني او راقصات، فاختار لي اما غجريه فاصبحت اعير بامي. واحد بيتعاير بامه، بيتعاير بامه ليه؟ لان ابوه لم يحسن الاختيار، هو كان عايز شهوه بس. فاختار لي، لم يختر لي اما صالحه. وايه كمان؟ ولم يختر لي اسما صالحا فسماني جعرانا. الجعران زي الصرصار، كل ما الناس تناديني تهزقني. في ناس بتسمي اولادها اسماء غريبه جدا، خيشه وجحش وغراب وحدايه وعقرب، عيله العقرب وعيله الحدايه وعيله الجرباء، حاجه غريبه جدا. انت بتسمي الاسماء القبيحه دي ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسنوا اسماءكم فانكم تدعون يوم القيامه باسمائكم واسماء ابائكم. ده الحديث الصحيح، اسمائكم واسماء ابائكم. اللي مشهور عند الناس وخاصه الجهال، المشهور عند الجهال ان الناس ينادون يوم القيامه باسماء امهاتهم، يا ابن فلان يا فلان يا ابن فلان. ابن فلان ده لا ينادى باسم امه يوم القيامه الا ولد الزنا ابن حرام. خلي بالك من الحكايه دي، انما كلنا ننادى يوم القيامه باسماء ابائنا، لازم تعرف كده. انكم تنادون يوم القيامه باسمائكم واسماء ابائكم فاحسنوا اسماءكم. يبقى اسمي هديه ابويا ليا، انت اخترت لي اسم ايه؟ مش واحد مصلي مسمي ابنه صلى على النبي، اقول له اسمك ايه؟ يقول لي صلى على النبي، اقول له عليه الصلاه والسلام. اسمك ايه؟ صلى على النبي، عليه الصلاه والسلام. اسمك ايه؟ صلى على النبي. نفضل طول الليل على كده في اسم صلى على النبي. يعني انا عايز اقول لك ايه؟ يعني واحد مسمي ابنه حبين، قلت له ليه؟ حب واحد مش كفايه؟ حبين، كل واحد بيسمي على مزاجه. زي واحد مسمي بنته طشه، فبقول لها انا اخري في الطشه ملوخيه باميه لو، لكن طشه بنت. والله العظيم يا جماعه انا بتجي لي اسماء حاجه جميله، والاسم ده اول هديه يهديها. تصدق ان الابن ده حقه؟ حق الابن في النسب، حق الابن في التسميه، حق الابن في الجنسيه، في كل بلاد العالم. اي طفل بيتولد على ارضها اي دوله في العالم يبقى بتتبعها، خد الجنسيه. واحنا عندنا لو اتولد وابوه مش 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 عربي او مش مصري ملوش جنسيه عندنا. ازاي الكلام ده؟ مش طالع على الارض دي؟ ده في بعض الدول اللي يتعلم عندي في المدارس بتاعتي، مش مولود عندي، يتعلم عندي في المدارس بتاعتي، اللي يتعلم في الجامعه بتاعتي ياخد الجنسيه بتاعتي. ايه الجمال ده يا عين؟ احنا قافلينها ليه كده؟ تقولش الجنسيه بتاعتنا حاجه جميله قوي؟ فمهم جدا جدا انك تعرف ان حق الولد النسب والاسم، والاسم ده موضوع مهم جدا جدا. طب ازاي اثبت النسب؟ ده احنا عندنا مشكلة كبيرة اليومين دول، الناس بتشكك في بعض، اثبتوا ازاي؟ دي نشوفها في حلقة قادمة ان شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.